بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرصا من جامعة اليمن على طلابها وأهمية حصول الطلاب على جميع البيانات والمعلومات التي تبقت من المقررات الدراسية، وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا من يعني بخصوص جائحة كورونا، رأت الجامعة في أحد اجتماعاتها أنه ضروري على جميع أعضاء التدريس أن يقوموا بتسجيل ما تبقى من نصاب المحاضرات التي تخص تلك المقررات. فنحن هنا في مقرر إدارة الجودة الشاملة تقريبا تبقى لنا 4 محاضرات، وقبل البداية لمحاضرتنا لهذا اليوم لنا تقريبا ما يقرب من 3 أشهر، يزيد قليلا أو يقل قليلا. قد نسينا ما تم تناوله من محاضرات سابقة، فلا بأس أن نذكر بعضنا البعض في يعني عبارة عن رؤوس أقلام حول يعني مراجعة للمحاضرات التي تم أخذها. المحاضرة الأولى كانت عبارة عن مدخل حول إدارة الجودة الشاملة، وهي كانت عبارة عن مفاهيم ومصطلحات تم شرحها ومناقشتها بالتفصيل في أثناء المحاضرة. وكما نعلم أيضا أنه يعني أثناء مرورنا في المحاضرة في سياق المحاضرة سيتم عرض بعض الصور الهادفة التي تم اختيارها بعناية. من فوائد تلك الصور التي تم عرضها مثل هذه الصور التي يتم عرضها أمامكم الآن، من أهم فوائدها أنها تكسر حاجز الملل أثناء سير المحاضرة مثلا، أو نجدد من خلالها النشاط، تساعدنا على المشاركة والتفاعل أثناء المحاضرة، تساعدنا أيضا من خلال مشاهدتها على استمطار الأفكار والمفاهيم، تساعدنا أن احنا تسعفنا بمعلومات نستدعيها من الذاكرة يعني أثناء عرضها. فيعني احنا ممكن يعني أو ما تسمى في الأدب التربوي والتعليمي التعلم عن طريق استخدام استراتيجية الصورة. فرجاء أعزائي الطلاب والطالبات أنه يعني نجهز، عادة ما نجهز أمامنا قلم ومذكرة أو دفتر أو ورقة، المهم أنه سيطلب منك أن نتفاعل سويا أثناء العرض، بحيث أنه إن شاء الله تعالى تكون الفائدة مرجوة. أما المحاضرة الثانية فقد كانت عبارة عن الجودة في الإسلام، الجودة في الإسلام. طبعا جاءت لنا الجودة من الغرب، بدأت في الحرب العالمية الأولى وتطورت في الثانية، ويعني أيضا يعني في قيادة الحروب والجيوش وغيرها، ثم انتقلت من المجال العسكري إلى المجال الإداري، وانتقلت أيضا ثم من المجال الإداري إلى المجال التعليمي، ثم إلى جميع مجالات الحياة. لكن هل اهتم الإسلام في الجودة؟ لنرى. أن
الدين الإسلامي الحنيف يؤكد على تطبيق الجودة ومفاهيمها في كل مجالات الحياة الحسية والمعنوية بكل أشكالها وأنواعها. فالإنسان في نظر الإسلام عقيدة فالإسلام عفوا عقيدة وشريعة وأخلاق وفلسفة. جاء بين لنا ماهية الإنسان وماهية هذا الكون الذي يعيش فيه وماهية الحياة الذي يمارسها يعني هذا الإنسان. وأيضا وردت كثير من المصطلحات أو كثير من الآيات القرآن الكريم التي تدل على أهمية الجودة في الإسلام. فأول ركزوا معي أول ما جاء أو ما نزل من القرآن الكريم أول آية نزلت تحث على الجودة. قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ركزوا معي أبنائي الطلاب أن في هذه الآية التي هي أول ما نزل من القرآن فيها ما يقرب 6 مواضع. اقرأ مرتين وعلم مرتين والقلم مرة ويعلم مرة. هذه كلها إشارات تدل على مضامين الجودة في الدين الإسلامي الحنيف. للأسف الشديد أقولها فعلا للأسف الشديد أن علماء الإسلام قضوا كل وقتهم وصبوا كل اهتمامهم في بلورة علم التفسير والحديث وتزكية الأنفس والفقه والبيوع وغيرها من المعاملات، إلا أن علم الجودة ومضامينها ومبادئها للأسف الشديد لم يتم تدوين يعني وتثبيته في يعني مصنفات. بينما الغرب اهتموا بهذا الموضوع وقدموا لنا كلام يعني حول الجودة مضمون فانتشر مضمون في صحف وكتب ومجلدات انتشر من خلالها حول العالم. كثير يعني كما هو الآن أمامكم كثير من الآيات التي تحدث عن هذا الموضوع وكذلك أيضا كثير من النصوص من نصوص السنة النبوية المطهرة. وأيضا هنا معك يعني أمامك مبادئ إدارة الجودة في الدين الإسلامي الحنيف وهناك أيضا فوائد لهذه الجودة تضمنت في هذا الشكل الذي أمامك. المحاضرة الثالثة كانت عن ماهية الجودة مراحل تطورها أبعادها تكاليفها ويعني معنا هنا يعني المراحل التي ناقشناها يعني في المحاضرة حول هذا الشكل الرائع الذي اختزل كل مراحل تطور الجودة من بداية 1900 حتى هذه اللحظة. أما المحاضرة الرابعة فقد كانت عبارة عن أنظمة الجودة يعني وتكلمت عن مفهوم أنظمة الجودة وأهمية هذا الأنظمة وأيضا أنظمة إدارة الجودة الرئيسة. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث بالتفصيل عن موضوعنا أو أول محاضرة
من المحاضرة المسجلة الذي هي سلسلة المواصفات الدولية ISO 9000. يتوقع بعد المحاضرة أن نكون جميعا قد استوعبنا الآتي. من فضلك حول موضوع آيزو الآيزو 9000، ما هي المفاهيم التي ممكن نتعلمها من هذا العنوان؟ رجاء يعني قلمك ودفترك أو مذكرتك واكتب ما يمكن أن نناقشه حول أو حول هذا الموضوع. وحاول أن توقف التسجيل أو المحاضرة حتى تنهي ما كتبته، ثم تناقشه أو تقارنه بما سيتم عرضه الآن بهذا. مفهوم سلسلة المواصفات الدولية ISO 9000، خصائص المواصفات الدولية ISO 9000، نشأة المواصفات الدولية ISO 9000، أيضا إصدارات المواصفات الدولية ISO 9000. أخيرا، ما العوامل المؤثرة في ظهور المواصفات الدولية ISO 9000؟ هل هناك عوامل ظهرت أو ساعدت على ظهور تلك المواصفات؟ هذا ما سيتم عرضه في المحاضرة الآتية. اولا، عندما نسمع او يعني مفهوم يعني المواصفات الدوليه ISO 9000، يعني ماذا تعني لك او ما معنى هذا المصطلح؟ ممكن ان نثير حولها بعض يعني النقاشات عن طريق استخدام القلم والورقه. اكتب ماذا تعني لك، يعني عندما نسمع انه هناك شركه معينه او مؤسسه معينه أو إدارة معينة أخذت أو استلمت ISO 9000، ما معنى هذه المواصفات؟ قارن ما كتبته بما سيتم عرضها الآن. سلسلة المواصفات الدولية ISO 9000 تعني أنها عبارة عن مجموعة من المواصفات التي تحدد الصفات والخصائص الواجب توفرها في نظم الجودة المختلفة. يعني هناك مواصفات أو خصائص محددة بعينها مكتوبة على المؤسسات حتى تستلم هذه المواصفات أن توفرها في أنظمتها، سواء كان على يعني القوى العاملة أو الهيكل الإداري أو المواصفات الشكلية الظاهرة أو يعني وهكذا، حتى نستطيع أن نقول أن هذه المنظمة يعني تسعى للحصول على شهادة الآيزو. أيضا وهي عائلة من المواصفات التي تحدد مجموعة من العناصر أو المتطلبات الأساسية التي يستند إليها نظام إدارة الجودة الشاملة في منظمات الأعمال. مجموعة حزمة من الصفات، يعني هذه الصفات هي عبارة عن متطلبات أساسية يسترشد بها أي منظمة للحصول على الشهادة. وهذه المواصفات ليست ملزمة يعني 100% انه لازم هذه المؤسسات او المنظمات الادارية تلتزم بها حرفيا، لا ليس كذلك، وانما كل مؤسسة يعني تضع لها يعني تلتزم بهذه المواصفات بما يتوافق مع بيئتها. فالبيئات تختلف، البيئات تختلف من يعني من مكان، من منطقة إلى منطقة، من دولة إلى دولة، من قارة إلى قارة. ف
فالبيئة الأمريكية تختلف عن البيئة الأوروبية، تختلف عن البيئات العربية والإسلامية. فمن الصعوبة أن نطبق تلك المواصفات بحذافيرها التي طبقت في أمريكا نطبقها عندنا في البلدان العربية، استحالة. لكن لكل منظمة، حتى مثلا على مستوى اليمن، من الصعوبة بمكان أن منظمات يعني مثلا تهتم في المجال الصحي والأدوية، ومنظمات تهتم في المجال التجاري، ومنظمات تهتم في المجال التعليمي. فكل منظمة يعني ممكن يعني أن تبلور هذه الصفات أو هذا الموجود أمامنا الآن، تبلورها يعني في قوائم محددة وتلزم نفسها بها، ثم تستدعي مندوب أو الجهات المعنية لتقصي ذلك. ثانيا، خصائص سلسلة المواصفات الدولية ISO 9000. أول خاصة أو الخاصية من خصائص تلك المواصفات المرونة. وكما شرحنا المرونة أنه يعني تختلف المؤسسات والمنظمات الإدارية من منطقة إلى أخرى، ويعني حسب اهتمامها أو مجالات عملها. فلازم هذه مواصفات السلسلة الدولية، هذا الذي أمامنا، تكون فيها نوع من المرونة حتى يستطيع الناس أو الإدارة يعني رجال الإدارة أن يطبقوها في مؤسساتهم. الخاصية الثانية الطوعية. الجودة ليست ملزمة لجميع الناس في مؤسسة أن ينفذوها في مؤسساتهم، هي طوعية. الذي يريد أن يطور من مؤسسته، من يعني يزيد في إنتاجه، يعزز من تواجده في السوق، ينتشر يعني يأخذ مساحة أكبر في السوق، في الحصة السوقية، يفتح يعني فروع في أكثر من مجال، مثلا على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي. إذا أراد ذلك عليه أن يلتزم بالجودة، ما لم فهو ليس ملزم. فالجودة ليست ملزمة له، ممكن يدير يعني مؤسسته بالطريقة التي يراها، إلا أنه سيواجه كثير من الخسائر وكثير من الصعوبات أثناء إدارة تلك المنظمة. الخاصية الثانية أن هذه سلسلة المواصفات هذه حظيت بالقبول الدولي، فقبلها يعني قبلتها جميع الدول ووقعت عليها، وأصبحت نافذة أو ملزمة لكل المنظمات عبر القارات التي تستطيع أن تنهج أو تزيد من مكانتها في على المستوى المحلي والدولي. أيضا من خصائص هذه المواصفات الشمول، فهي شاملة لجميع مكونات المنظمة، لا تهتم بجانب معين دون جانب، أو 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 قسم دون قسم، أو مجال دون مجال. فالجودة في جميع مجالات إدارة الأعمال. ثالثا، نشأة سلسلة المواصفات الدولية ISO 9000. المرحلة الأولى مواصفات الصناعة العسكرية. أول ما نشأت هذه السلسلة يعني ظهرت في المجال العسكري، في الصناعات، في الحرب العالمية الأولى والثانية، ثم بعدها توالت انتقالاتها من المجال العسكري إلى المجال المدني والإداري والتعليمي وغيرها من المجالات.
المرحلة الثانية المواصفات الوطنية. هناك طبعا كل دولة يعني بعد أن انتشرت وبدأت يعني يذاع صيتها موضوع الجودة، بدأت حرصت كل دولة أنه تعمل لها مواصفات معينة. أمريكا، بريطانيا مثلا، والولايات المتحدة، يعني فجاء الاجتماع الدولي، وحاولوا أن يبلوروا موضوع الجودة في بوتقة معينة أو في مجال معين، ليتسنى للمنظمات أن تسعى في يعني في التطوير. المرحلة الثانية مرحلة أو عفوا المرحلة الثالثة مرحلة المواصفات الدولية، الذي إن شاء الله سبحانه وتعالى سنعرضها بعد قليل. وقبل أن يتم عرضها ممكن أن نرجع للملزمة أو الكتاب الذي تم اعتماده. افتح صفحة 68 إلى 69 واقرأ ثم نعود. نعم، عدنا بعد أن فتحنا الملزمة. وجدنا أن نشأة سلسلة المواصفات الدولية وفق ثلاث مراحل: مواصفات الصناعة العسكرية، وعرفنا ماذا يعني ذلك، وأيضا المواصفات الوطنية، وعرفنا أنه كان السبق للمعهد البريطاني بي اس اي في ذلك. وأيضا المرحلة الثالثة المواصفات الدولية التي جاءت أو أول ما ظهرت في عام 1987 ولاقت قبولا واسعا على المستوى الدولي. والآن يمكننا أن نعرض فلسفة إصدارات المواصفة الدولية آيزو 9001. ركزوا معي، لأن ما يأتي الآن ليس موجودا في الملزمة، فنركز. ممكن أن نسجله أو أقصي أن نسجله وندونه في مذكراتنا. الإصدار الأول كان عام 1987 آيزو 9000. هذا الإصدار نتج عنه ثلاثة إصدارات متتالية في نفس العام: آيزو 9001، آيزو 9002، آيزو 9003. هذه اسمها عائلة الإصدار الأول آيزو 9000، ولها ثلاثة إصدارات. وهذا الإصدار الأول تم بناؤه على فلسفة الفحص النهائي للجودة في أي منتج من المنتجات الإدارية، سواء كان ذلك المنتج ملموس أو غير ملموس. إلا أنه ركز على الفحص النهائي أو مرحلة الفحص النهائية، وغفل كثير من المجالات التي نلاحظها في الإصدارات القادمة. الآيزو 1987 بحسب إصداره يتضمن نموذج ضمان الجودة. المؤسسات التي يرتكز نشاطها في التصميم والتطوير والإنتاج والتركيب والخدمة تطبق المواصفة 1901 آيزو 1901 في الإنتاج والتركيب وتقديم الخدمات. أما المواصفة آيزو 9002
فقد كانت تهتم في التفتيش النهائي والاختبار، بينما المواصفة آيزو يعني وكذلك يعني الآيزو 9003 اهتمت بالتفتيش، آيزو 9002 اهتمت في الإنتاج والتركيب، آيزو 9001 اهتمت في ايش؟ في التصميم والتطوير والإنتاج. ركزوا معي، نعيد. الآيزو 1987 بحسب إصداراتها الثلاثة يتضمن نموذج الجودة أو ضمان الجودة. فالمؤسسات التي يرتكز نشاطها في التصميم والتطوير والإنتاج والتركيب والخدمة تطبق المواصفة آيزو 9001. أما المنظمات التي تهتم في الإنتاج والتركيب وتقديم الخدمة تطبق المواصفة 9002. أما المنظمات التي تهتم في التفتيش النهائي والاختبار فهي تعتمد على الإصدار آيزو 9003. هذا بالنسبة للإصدار الثاني، الإصدار الأول. أما الإصدار الثاني فقد كان في عام 1994، اسمه آيزو 1994. هذا الإصدار اختزل جميع الإصدارات الثلاثة السابقة الذي حق 87، واختزل في إصدار واحد اسمه آيزو 9000. وهنا أكد على ضمان هذا الإصدار، أكد على ضمان في مواصفاته، في مفرداته، في فقراته، في شروطه، في معاييره، على ضمان الجودة عن طريق اتخاذ إجراءات وقائية بدلا من مجرد الفحص للمخرجات النهائية للمؤسسة. بمعنى أنه أنا لو كنت شركة تهتم بالأدوية مثلا، فأقوم أصنع الأدوية، الشركة هذه تصنع الأدوية وكذا، وبعدين في النهاية أجيب أخذ المنتج الملموس هذا وبعدين أقارنه هل هو فوق الجودة ولا لا. هذا ما يتهتم به المواصفات السابقة، الإصدار الأول. بينما هذا الإصدار تطور قليلا وأصبح يعمل على إجراءات أو يثبت على إجراءات وقائية من أي خطأ قد يحدث أثناء صناعة هذه يعني هذه السلعة. فما ننتظرش لو ما خلاص قد إحنا بالحوش قد المعدات والكذا قد خلاص أجاز التغليف وال يعني والتصدير، وتقوم هذيك الساعة نقوم نختبر الجودة. لا، هذه يعمل لك إجراءات وقائية، يعني أي خطأ ممكن أنا أكتشفه وعاده في المراحل، في مراحلها الأولى، يوفر علي كثير من الخسائر وكثير من الجهد والوقت والمال. إذن أكد الإصدار الثاني 1994 الذي جمع الآيزو 9001 9002 9003 في إصدار واحد أو في صيغة واحدة اسمها آيزو 9000 آيزو 9000. هذا الإصدار أكد على ضمان الجودة عن طريق اتخاذ إجراءات وقائية بدلا من مجرد فحص المخرجات النهائية للمؤسسة. وإحنا عن ما قلنا المؤسسة هنا سواء كانت نشاطها نشاط ملموس أو غير ملموس، نشاط تصنيعي لمعدات لأشياء خدمات ملموسة كشركات الأدوية ومصانع السيارات والطائرات والحلويات والحاجات، هذا
أو نشاط غير ملموس كالجامعات والمدارس والوزارات والحاجات هذا الذي يعني قد ذكرناها سابقا أو تعلمناها أيضا في مقرر آخر، يعني في تقريبا مبادئ التسويق وغيره. تركز هذا الإصدار المواصفة الدولية ايزو 9004 على تقديم إرشادات عملية لتطبيق نظام إدارة الجودة من أجل تحقيق النجاح المستدام للمنشأة أو للمنظمة في ظل بيئة معقدة كثيرة المتطلبات دائمة التنوع والتغير أو التغيير. إذن الجديد في هذا المواصفة ايزو 9004 أنها تقدم إرشادات. كانت المواصفات السابقة تأتي بالمواصفات أو بالبنود أو بالشروط أو المعايير وتقول يلا يا منظمات طبقوها، لكن هذه لا، أضافت لها تعليمات إرشادات كيف يمكن للمنظمات أن تنفذ وتطبق هذه المواصفات أو هذه الشروط والمعايير. والجدير بالذكر هنا أن هذه المواصفة ايزو 9004 لا تستخدم في منح الشهادات ولا في الأغراض التنظيمية. ليش؟ لأنها يعني لم تقدم شيء، وإنما جابت تعليمات كيف تستطيع المنظمات تساعد رجال الأعمال والمدراء والقائمون على المنظمات في كيف بإمكانهم أن ينفذوا معايير أو المواصفات الدولية. الإصدار الثالث كان عام 2000. هذا الإصدار سموه ايزو 9001 عام 2000، يجمع بين المعايير الثلاثة. ركزوا معي في الإصدار الأول ايزو الإصدار الأول ركزوا معي ايزو 9001 ايزو 9002 ايزو 9003. هذا الإصدار الثالث جمع العائلة هذه كلها في إصدار واحد اختزله وسماه ايزو 9001 ايزو 9001. الإصدار 2000 ما هي الميزة الجديدة الذي اخترعها او الجديد الذي ظهر فيه؟ يسعى هذا الإصدار الى اجراء تغيير جذري في التفكير الواقعي في المؤسسات، وقد اتخذت هذه المواصفة منهج العملية فلسفة لها. لو تذكروا انه اي منظمة لها نظام معين، النظام هذا له مدخلات عمليات مخرجات وبعدين تغذية راجعة. اي مؤسسة لها يعني لازم يعني يتعين عليها النظامها او يعني يتكون من هذه الاربع حاجات: مدخلات، عمليات، مخرجات، تغذية راجعة. فهذا الإصدار جاء ليركز على العملية، عملية إنتاج السلعة أو عملية إنتاج الخدمة. طيب كيف؟ العملية هي مجموعة من الأنشطة التي تستخدم الموارد
وتكون إدارة هذه الأنشطة بأسلوب يسمح تحويل المدخلات إلى مخرجات. ومن الممكن أن يكون مخرج عملية ما مدخلا لعملية تالية. مزيدا من التوضيح، العمليات مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الحركات، مجموعة من الأعمال. تستخدم هذه الأعمال في تحويل المدخلات، المدخلات هذا الذي هي المواد الخام، إلى مخرجات. فإذا ما كانت العمليات تدار بشكل عالي، بشكل دقيق، بشكل جيد، بشكل إبداعي، كان المخرج عندي مبدع، يعني ذا جودة. وإذا كانت تلك العمليات تدار بشكل سيء، موظفين غير ملتزمين، غير مؤهلين، غير مدربين، غير جادين، لا توجد عليهم رقابة، ولا يوجد عليهم، ولا يحكمهم نظام، ولا يعني ولا يوجد نظام حتى للتحفيز، بلا شك أن العمليات هذا ستنعكس على جودة المخرج. جودة المخرج هذا سواء كان هذا المخرج مخرج ملموس أيا كان نوعه، أو مخرج غير ملموس كتعليمي وغيره. فمثلا العمليات في المؤسسات الخدمية، مثلا ما هي العمليات في الجامعات؟ مثلا أنا لو ما جي أنتج محاضرة، إيش العمليات حقها؟ إني أوفر أجهزة العرض، هيئ المقرر مثلا، أستخدم أساليب ووسائل عرضها يتم بطرق يعني معينة، يعني الجو الذي تدار فيه تلك المحاضرة، هذه كلها عبارة عن عمليات تتم علشان تخرج المحاضرة بمخرج يعني بشكل جيد، تنال إعجاب واستحسان الطلبة الحاضرين. تدار المحاضرة بشكل ديمقراطي، بشكل تشاركي، لا يعني بشكل يعني لا يستحوذ الدكتور مثلا في عرض المحاضرة 100%، لكن هناك حوار متبادل بين الطالب والدكتور، وأيضا من يعني أسئلة تطرح من الدكتور وإلى الطلبة، والطلبة يعني تتفاعل مع السؤال، وأيضا أسئلة تصدر من الطلاب من الحاضرين إلى الدكتور وهكذا. إذن المنتج النهائي هيكون عندنا محاضرة يعني استطعنا من خلالها أن نعالج ونغير في السلوك، في المفاهيم، في الأفكار، في الأداء، يعني عندنا مخرج جيد للمحاضرة. طيب إذن نرجع هنا أن ضمان فاعلية أداء المنشأة من خلال تحديد وإدارة العمليات. أنا لو ما أنتج منتج معين أحدد العمليات التي تنتج وأسيطر عليها بنظام محكم وجودة عالية، بحيث أنه ما يفلت زمام المبادرة من يعني من الإدارة القائمة. منهج العملية يتركز في ثلاث أشياء: تطبيق نظام من العمليات داخل المنشأة أو المنظمة، نظام لكل العمليات، لكل المنتجات أو الخطوط الإنتاجية الذي أنا أشتغل بها، سواء كان قلنا العمليات أو الإنتاج هذا إنتاج ملموس أو غير ملموس. اثنين، نحدد العمليات والتدخلات بينها. العمليات ما هي علشان أنتجه 1 2 3 4، والواحد هذا له مواصفات معينة، 1 2 3 4.
ثم بعدين كيف ندير هذه العمليات لتحقيق المنتج المرغوب الذي نرغب في إنتاجه. بمعنى أنه لازم يكون لدينا حاجة اسمها تحسين الفاعلية أو الفعالية للعملية عبر مقاييس الأداء. معي مقاييس أقيس تحسين العملية هذا، العمليات التي تتم بها إنتاج المنتج. إذن أيزو 2000 يحرص أو يركز على إدارة أو الجودة في إدارة العمليات للمنتج. الإصدار الرابع كان في عام 2008 وسميناه أو سموه علماء الإدارة ايزو 9001-2008. ففي نوفمبر عام 2008 قامت المنظمة الدولية بإصدار الإصدار الرابع للمواصفة الدولية ايزو 9001. ركزوا لنشوف ما هو الفرق بين السابق واللاحق. في هذا الإصدار تم إجراء بعض التعديلات التي شملت فقط على إعطاء بعض التوضيحات لبعض المتطلبات دون تغيير جذري في المتطلبات المحددة في إصدار 2001. يعني إصدار 2000 بالعربي الفصيح، إصدار 2008 هو نفسه إصدار 2000. كيف؟ إيش الجديد اللي حصله؟ قالوا والله انه في اصدار 2000 كان بعض الفقرات فيها نوع من الغموض، ما هيش واضحه. ايش قالوا ايش نعمل له؟ في 2008 فكروا انهم او توصلوا الى اجراء بعض التعديلات، بعض شوفوا بعض يعني نسبه بسيطه التي شملت فقط على اعطاء بعض التوضيحات لبعض المتطلبات لبعض الفقرات لبعض المعايير دون تغيير جذري في المواصفة. إذن 2008 هي نفسها 2002 إلا أنهم أحدثوا فيها يعني بعض التوضيحات. الإصدار الخامس 2015، وهذا يا شباب يعتبر الإصدار الأخير من إصدارات سلسلة مواصفات الجودة الذي يتعين على المنظمات أو مفترض سواء كانت منظمات خدمية أو كان إنتاجها إنتاج ملموس سلعي أن تكون قد حصلت على هذه المواصفات. فهذا الإصدار الخامس آيزو 9001-2015 ايش ركز؟ ما هي الطفرة؟ ما هي القضايا التي ظهرت على المواصفات السابقة وعدلوها؟ اجروا تعديلات جوهرية في المواصفات السابقة. من ابرز هذه التعديلات انه تبني وتفعيل التفكير المبني على إدارة المخاطر. التفكير المبني على إدارة المخاطر بمعنى زيادة فاعلية ودور الإدارة العليا. الآن الإدارة يعني معنا يعني كثير من المخاطر ايا كانت يعني نوع ذلك الخطر، سواء كان خطر اداري، خطر ملموس، خطر يعني على العامل، على المنتج، على الآلة، على الممتلكات، على البنية التحتية، على يعني حتى على الادبيات، ايا كان ذلك الخطر. اذا نحن نركز على يعني ادراك ومعرفة واكتشاف
أي نوع من أنواع المخاطر في بدايتها، وبذلك نكون قد أدركنا أو تداركنا كثير من الخسائر، الخسائر في الممتلكات والخسائر في الأرواح، ويعني أي مشكلة قد تحدث لنا أثناء تنفيذ العمل. الإصدار 2015 يعد المحور الأساسي الذي تقوم عليها المؤسسات، خصوصا بعد تركيزه على مبدأ القيادة، إدارة المخاطر، استمرارية الأعمال. ثلاث محاور أو ثلاث أبعاد ركز عليها الإصدار الأخير، سلسلة إصدارات مواصفات الجودة ISO 9001:2015، ركز على ثلاث محاور أساسية: تعزيز مبدأ القيادة، المحور الثاني إدارة المخاطر، المحور الثالث استمرارية الأعمال. مبدأ القيادة هنا في عندما أعين قيادة للمنظمة، يعني مواصفاتها، خبراتها، تعليمها، الشهادات التي تحملها، كل هذا المسائل. أيضا المخاطر تحدثنا عنها، كذلك استمرارية الأعمال، يعني أنه ما نركز على يعني الجودة، لا تركز على فترة معينة أو ما أو سنة وخلاص، أو مثلا خمسة أشهر على بال ما تستلم المنظمة شهادة الأيزو وبعدين خلاص يلا تعالوا يا جماعة نفتن شوية قد خلاص كفينا التعب. لا، الجودة هذا عملية اضطرادية استمرارية، يعني تأخذك من مرحلة إلى مرحلة. شوفوا كيف الإصدارات كل شوية وهي تتطور 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 تتطور، وكل سلسلة تختلف عن سابقتها بميزة معينة، حتى جاء أو ظهر الإصدار الأخير 2015، ويعني عدل في كثير من المحاور والمعايير والمواصفات في الإصدارات السابقة. هذه المحاور سمحت لنا كمؤسسات بموائمة توجهاتها الاستراتيجية مع نظام الإدارة المطبق بهدف تحسين الأداء. فمن أجل استمرارية الأعمال بشكل ناجح وممتاز، يجب التأكيد على أن تقوم المؤسسات بتحقيق متطلبات العملاء بشكل دائم. ما هي متطلباتهم؟ ما هي احتياجاتهم؟ ما هي تطلعاتهم؟ مش هكذا وبس، لكن المنتج الذي أنا أنتجه يعني لازم يكون فيه مواصفات يفوق تطلعات المستهلكين، يفوق، يفاجئ العميل أن هذا المنتج لا يوفر له احتياجاته فقط، وإنما يفوقها، يزيد عليها بمواصفات واستخدامات يعني ما كانت له بالحسبان. وهذا ما يقدمه المعيار الدولي لإدارة الجودة، لإدارة الجودة ISO 9001:2015. طيب، المحور الأخير من محاور محاضرتنا لهذا اليوم، هذه العوامل المؤثرة في سلسلة المواصفات الدولية ISO 9001. هل هناك عوامل مؤثرة في هذه السلسلة ساعدت على ظهورها أو منعت أو يعني منعت من تطورها مثلا؟ لنرى. أولا، تطور يعني من الحاجة المؤثرة الذي جعلت من يعني من ظهورها
أنه حصل هناك تطور مفاهيم الجودة وظهور فلسفة الجودة الشاملة على المستوى المنظمة. خلاص انتشر المصطلح هذا بين المؤسسات، وأصبح كثير من المنظمات المحلية على المستوى العالمي ما يتعاملش إلا مع مؤسسة ذات جودة، أو معها يعني ما أنت علشان تصدر وعلشان يعني يستقبلك أو تستطيع أن تفتح أسواق يعني على المستوى العالمي. هل أنت عندك شهادة أيزو؟ هل حصلت على هذا الشهادة؟ ليش؟ لأنه خلاص الناس تعلمت وبدأت ثقافة الجودة تظهر أو يعني تتوسع على المستوى، ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما حتى على المستوى العالمي. العامل الثاني نجاح المواصفات الوطنية والإقليمية المماثلة. إحنا قلنا في محاضرة سابقة إنه من أسباب ظهور هذا الأيزو أنه هناك معاهد مثل المعهد البريطاني قلنا والأمريكي، إنه ويعني ظهرت مواصفات محلية وأيضا مواصفات إقليمية مماثلة لها منافسة. يعني هؤلاء يقولوا إحنا معنا مواصفات، والدولة هذا تقول إحنا ليش ما نعمل مواصفات، ويقوموا يخرجوا يعملوا مواصفة. وبدأ يعني بدأت هذه المواصفات تنتشر. إذن هذا عامل مؤثر أيضا جعل أو ساعد في ظهور سلسلة المواصفات الدولية أيزو 9000. العامل الثالث أعزائي الطلاب والطالبات، تطور الوعي بالجودة مجتمعيا، مش على مستوى الإدارة فقط لكن على مستوى العميل. عندما يريد أن يأخذ يعني منتج معين ويتخذ قرار الشراء، ينظر هل المنتج هذا ذا جودة، هل يحتوي على مواصفات ومقاييس، هل فعلا أستطيع أنا يعني أنا كعميل أستفيد مقابل الثمن المدفوع أمام يعني مقابل هذا المنتج أن يساعدني في يعني في تغطية احتياجاتي. إذن على المستوى المحلي على المستوى المجتمعي انتشر هذا الوعي، فهذا ساعد على ظهور وانتشار سلسلة المواصفات الدولية أيزو 9000. أيضا العامل الرابع بروز موضوع العولمة، ظهرت كظاهرة سياسية واقتصادية وتجارية أيضا. إنه خلاص أصبح التعامل مش تعامل محلي بين محافظة ومحافظة، يعني مؤسسة ومؤسسة، ويعني والسلام عليكم. لا، الآن يا شباب أصبح التعامل تعامل دولي، أصبح العالم كله قرية واحدة، بتكت زر هكذا ضربة زر وإنك تحاكي زميلك في أدغال الولايات المتحدة. صوت وصورة مع يعني عائلتك الساكنة في قرية صغيرة من قرى بريطانيا. إذن أصبحت هناك منظمات اسمها منظمات متعددة الجنسيات، منظمات عابرة القارات. أصبح التعامل التجاري يعني ليس على المستوى المحلي لكن على المستوى العالمي. إذن هذه المظاهر حتمت على ضرورة إيجاد مواصفة يجمع مع يعني يجمع عليها يحصل عليها إجماع دولي حتى يتم التعامل بأمان. إذن مكونات سلسلة المواصفات الدولية 9000 أيزو 9000 تشمل هذه المواصفة أربع مواصفات رئيسية يمكن أن نستعرضها على النحو الآتي.
المواصفة الدولية الخاصة بالأسس والمصطلحات. إذا إصدار المواصفة الدولية ISO 9000 لها أربع مواصفات. أولا المواصفة الدولية الخاصة بالأسس والمصطلحات، يعني عبارة عن مفاهيم يعني وتعريفات وتعليمات. الثاني الخاصة بالمتطلبات اللي هي ISO 9001، يعني تضمنت عبارة عن فقرات أو معايير أو شروط أو يعني على المنظمات أن تلتزم بها وفق، إحنا قلنا وفق بيئتها، ليست ملزمة لها يعني 100%. إذا كانت المتطلبات هذه مثلا 100 متطلب، أنا كمنظمة لا تتناسبني 100، تناسبني مثلا 80 متطلب والباقي 20 متطلب يعني لا يتناسب معي، خلاص أوكي. تنزل اللجنة المختصة وبعدين ترى المسائل هذا وتعمل عليها دراسة وفعلا تصدر لك الأيزو. المتطلب الثالث أو المواصفة الثالثة الخاصة بإرشادات التدقيق تعليمات ISO 9011 اسمها هكذا. المواصفة الدولية الخاصة بالإرشادات وتحسين تحسين الأداء الكايزان، لو تتذكروا عملية الكايزان، أنا أدير المنظمة بتحسين مستمر ISO 9004. هذا التحسين المستمر مش شرط أن يحصل يعني عبارة عن طفرة، لا، أنا عمري مثلا كمنظمة عمري 10 سنوات 15 سنة 20 سنة، مش شرط أنه من أول يوم أحصل على الجودة، من أول يوم يكون عملي يعني 100%، لكن بإمكاني أني لكن يعني مع مرور الزمن السنة هذا أحصل حاجة، السنة الثانية اللي بعدها أحصل على شيء. إذن يعني بالتدرج خطوة خطوة نحو المستقبل. بهذا نكون قد أنهينا محاضرتنا لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.